ساحة العالم الإسلامي اليوم إرهاصات حادثة عظيمة مصيرية كبرى، حادثة تستطيع أن تغير معادلات الاستكبار في هذه المنطقة لصالح الإسلام ولصالح الشعوب، حادثة تستطيع أن تعيد العزة والكرامة للشعوب العربية والإسلامية وتنفض عن وجهها غبار عشرات السنين مما أنزله الغرب وأمريكا بحق هذه الشعوب العريقة الأصيلة من ظلم واستهانة وإذلال. إن هذه الحادثة الإعجازية بدأت على يد الشعب التونسي وبلغت ذروتها بسواعد الشعب المصري الرشيد العظيم. الشعب التونسي استطاع أن يطرد الحاكم الخائن المنقاد لأمريكا والمجاهر بعدائه للدين، ولكن من الخطأ الظن بأن هذه هي النتيجة المطلوبة. النظام العميل لا يسقط بخروج المكشوفين من رموزه. لو حل محل هذه الرموز بطائنها لم يتغير شيء، بل إنه الشراك الذي ينصب أمام الشعب. في الثورة الإسلامية الكبرى في إيران حاولوا مرارا إيقاع شعبنا في مثل هذا الفخ، لكن وعي الشعب وقائده الإلهي العظيم أدرك دسيسة الأعداء وأحبطها وواصل الطريق حتى نهايته. إن أكبر جريمة ارتكبها النظام الحاكم في مصر هي أنه هبط بهذا البلد من مكانته الرفيعة إلى مرتبة آلة ضيعة بيد أمريكا في لعبتها السياسية على صعيد المنطقة. إن هذا الانفجار الذي نشهده اليوم في الشعب المصري هو الجواب المناسب لهذه الخيانة الكبرى التي ارتكبها الدكتاتور العميل بحق شعبه. وفي مصر ظهرت الهوة العميقة بين الدولة والشعب بعد اتفاقية العار في كامب ديفيد. إن الشعب المصري استرخص النفس والنفيس لمساعدة فلسطين في 67 و73، لكنه رأى بعد ذلك بأم عينيه أن حكامه هرولوا على طريق العمالة والطاعة لأمريكا إلى درجة جعلت مصر حليفة وفية للعدو الصهيوني الغاصب. إن سيطرة أمريكا على حكام مصر قد بددت كل جهود هذا الشعب السابقة في دعم فلسطين، وبدلت النظام المصري إلى عدو لدود لفلسطين وأكبر حام للصهاينة المعتدين، بينما حافظت سوريا شريكة مصر في حرب 67 و73 على مواقفها المستقلة رغم ما واجهت من ضغوط أمريكية هائلة. سوف لا ينسى التاريخ أبدا أن حسني مبارك هو نفسه الذي وقف بقوة إلى جانب إسرائيل وأمريكا في حرب إسرائيل على غزة. نهضة الشعب المصري المسلم حركة إسلامية تحررية، وأنا باسم الشعب الإيراني وباسم الحكومة الثورية الإيرانية
أحيي الشعب المصري والشعب التونسي سائلا الله سبحانه أن يمن عليكم بالنصر المؤزر الكامل. إنني أشعر بالفخر والاعتزاز لنهضتكم أيها الإخوة والأخوات المصريين والتونسيين. لا شك أن نهضات الشعوب ترتبط بظروفها الجغرافية والتاريخية والسياسية والثقافية الخاصة ببلدانها، ولا يمكن أن نتوقع أن يحدث في مصر أو تونس أو أي بلد آخر ما حدث في الثورة الإسلامية الكبرى في إيران قبل أكثر من 30 عاما. ولكن هناك مشتركات أيضا، وتجارب كل شعب تستطيع أن تكون نافعة للشعوب الأخرى، وما نراه مفيدا أن نقدمه من تجارب في الظروف الراهنة هي: أولا، إن نهضة الشعوب هي في الواقع حرب بين الإرادتين، إرادة الشعب وإرادة أعدائه. ثانيا، العدو يحاول بث اليأس من تحقيق أهدافكم. ثالثا، العدو يسوغ إليكم قواه الأمنية المجهزة كي يبعث الرعب والفوضى بين الناس. لا تهابوهم، أنتم أقوى من هؤلاء المهجورين. رابعا، إن سلاح الشعوب المهم في مواجهة قوى الطغيان والحكام العملاء هو الاتحاد والانسجام. العدو يسعى بأنواع أساليب المكر أن يفتت تلاحمكم، من ذلك إثارة مواضع الافتراق ورفع الشعارات المنحرفة وطرح وجوه غير موثوقة لتكون بديلة للرئيس الخائن. حافظوا على اتحادكم حول محور الدين وإنقاذ البلد من شر عملاء العدو. خامسا، لا تثقوا بما يلعبه الغرب وأمريكا من دور وما يقومون به من مناورات سياسية في نهضتكم. هؤلاء كانوا قبل أيام يدعمون النظام الفاسد، وهم اليوم بعد أن يئسوا من الاحتفاظ به راحوا يعزفون على نغمة حق الشعوب. هؤلاء يسعون بذلك أن يبدلوا عميلا بعميل. سادسا، الطرف يتطلب من علماء الدين والأزهر الشريف بتاريخه النضالي المعروف أن ينهضوا بدورهم بشكل بارز، فحين يبدأ الشعب ثورته من المساجد ومن صلوات الجمعة ويرفع شعار الله أكبر، فإن المتوقع من علماء الدين أن يتخذوا موقفا أبرز، وهو توقع في محله. سابعا، الجيش المصري الذي يحمل على صدره وسام المشاركة في حربين على الأقل مع العدو الصهيوني يتعرض اليوم لاختبار تاريخي كبير. العدو يطمع أن يدفع به لقمع الجماهير. لو حدث هذا لا سمح الله فإنه يشكل ثغرة لهذا الجيش الفخور لا يمكن سدها. إن الذي يرتعد أمام الجيش المصري يجب أن يكون العدو الصهيوني لا الشعب المصري. مما لا شك فيه أن عناصر من الجيش المصري الذي هو من الشعب
فمن أبناء الشعب سيلتهم بالجماهير إن شاء الله. عندئذ ستكرر هذه التجربة الحلوة في مصر مرة أخرى.